السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من مدينة تمارا. زلزال من الأشغال بمدينة تمارا شارع الحسن الثاني. الأشغال متواصلة اليوم الجمعة هنا شارع الحسن الثاني، والتغييرات متواصلة من المدخل الشمالي مشروع ولاد مطاع في اتجاه مركز المدينة. خليكم معايا نكتشفوا الأشغال فين وصلت. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، هنا الإخوان ديالنا راهم كيحفروا لينا هنايا وكيدوزوا القوادس، سواء من الجهة اللي على اليسار ولا من الجهة اللي على اليمين. الخدمة مستمرة، والأكثر من هذا ما كاينش غير في هذه النقطة، هذه كاينة على طول شارع الحسن الثاني. الحمد لله شي كيبشر بالخير وتغييرات كبيره في الطريق. مني كنهضروا على الاشغال في مدينه تمارا كنهضروا على واحد الشارع اللي هو مهم، شارع الحسن الثاني، الطريق الوطنيه رقم واحد. لكن ما كتشوفوا القادوس غادي يوز لنا الاخوان من هنا وغادي يمشي لنا في اتجاه ديال المركز ديال المدينه. من زاوية أخرى، أشغال شارع الحسن الثاني بمدينة تمارا تغييرات مهمة، اللهم بارك. كنظن كتشوفوا معايا الاشغال القدام ديال الطريق، فالحمد لله عندنا واحد الوتيره اللي هي مزيانه في هذه الاشغال هذه، واللي غتعطينا ان شاء الله عما قريب الطريق ديال شارع الحسن الثاني في حله جديده ان شاء الله. هنا طلع ديال الشيخ الضاوي منين طالع الطوبيس كما كتشوفوا من امام المديريه العامه الامن الوطني، المنطقه الاقليميه صخيره تمارا. بالمناسبة كنوه بالمجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها رجال الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وجنود الخفاء بجميع تراب المملكة. أكيد كاين اللي باغي يشوف الجهة الأخرى اللي كتعلق بسيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربية، غادي نديروا واحد الإطلالة في نفس الوقت. وحنا كننقلوا لكم هذه الاجواء ديال الاشغال. غادي ندورو في الاتجاه الاخر مع القنطره وغادي نشوفوا كيفاش ولات الدنيا في سيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربيه. ذكريات الزمن الجميل، مني كندير واحد الاطلال على هذا المكان كنتفكروا افراد جيش الودايا، كنتفكروا واحد الناس اللي ضحاوا بالغالي والنفيس، كنتفكروا واحد الناس ديال الخير والجود والعطاء، الناس اللي عندهم علاقه كبيره مع الارض وعلاقه كبيره مع التبوريده وعلاقه كبيره مع الوطن. هنا ولاد مطاع وهنا سيدي محمد الشريف. ودائما وانا كنتواجد في هذه النقطه هذه كنبغي نذكر الاخوان، اي واحد جابته الوقت لهذه البلاصه هذه ولا القنطره اللي جات اون فاس مع سونتر دابيل، كان مجموعه من القطاط اللي مساكن بقاو هنايا في هذه الارض هذه، ما تنساهمش الله يجازيكم بخير، ما تنساهمش. هذا هو اللي كاين، جابتك الوقت هكذا غادي عاد دير سبور ديالك في اتجاه الهرهوره او ما شابه ذلك، هز في يدك شي حاجة أعطيهم لي قسم الله. دائما في إطار تتبع الأشغال ومواكبة الأمور هنا بمدينة تمارا، فكما كتشوفوا معنا هنا الخطوط ديال السكك الحديدية تي جي في، كنتمناو من الله الأمور تزيد تطور كتار ونشوفوا أمور جديدة إن شاء الله. هذه الطريق اللي كدينا المركب الأمير مولاي عبد الله، من هنا كنشوفوا المركب
من هنا كيبان لنا الرافعات اللي كاينين داخل الورش ديال الاشغال ديال المركب. هاد النقطة هادي اللي كانت فيها القهوة، كاين الناس اللي ما عرفوش القهوة اللي رابت هي هادي القهوة اللي رابت في تمارة. وهنا الجهة الأخرى بالنسبة للسونتر ديال تمارة كما كتشوفوا معنا، اللهم بارك، صور جميلة هنا بمدينة تمارة. فان شاء الله كما كتشوفوا معنا الطريق هذه غتولي في واحد الحله جديده. كنشوفوا السيد الوالي اليعقوبي اللي صراحه كيوقف على كل كبيره وصغيره في الاشغال اللي كنشوفوا في جهه الرباط سالة القنيطره مواكبه حصريه. وكما كتشوفوا معنا عمليه الحفر مستمره هنايا. الاخوان السائقين والاخوات السائقات كنقول لهم ديروا البال في هذه النقطه، هذه فيها واحد الممر ديال الراجلين اللي ما كيشوفوش الناس بزاف وكيدوزوا بواحد السرعه، وحنا في ظل المواكبه ديال هذه الاشغال هذه. كما كتشوفوا معنا فالاشغال متواصله. هنا كانت واحد الشريده اللي كنتمناهم الله تعوض بما احسن ان شاء الله. هنا قدام القهوة ديال روزا بالاس، وكنا خدينا لكم الأشغال من هذه الزاوية هذه باش نقربوكم من كل كبيرة وصغيرة. فنتمناو من الله الخير والتيسير للجميع. وهنا كما كتشوفوا معنا الطريق الموازية لشارع الحسن الثاني، الأشغال تقدمت بواحد الشكل مهم الحمد لله. ثم كما كتشوفوا معنا دائما أشغال مستمرة، الله يسخر الأمور. وبقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو فيديو جديد دائما مع الأشغال والتطورات ديال مدينة تمارة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.